قوليلي انت قدمتي في البرنامج، بس قبلها كان فيديوهاتك انت وباباكي انتشرت، يعني باباكي جزء اصيل في نجاحك. صح. ايه موضوع الفيديوهات في الغنى ده؟ والله احنا كنا رايحين مشوار ولقيت دايما بتطلع الاغنيه على حسب وداد، وانا وبابا اصلا دايما بنحب اغاني الفنان عبد الحليم حافظ، فقلت له بابا تعالى نجرب الاغنيه دي ليه لا او كده، فقال لي يلا نجربها من اول بالظبط من اول مره صورناها ونزلتها، ما حطيتش في دماغي خالص انه تطلع ترند اصلا ولا حاجه، يعني نزلتها ورحنا المشوار وخلصنا رجعت البيت بشوف لقيتها 100,000 وصلوا 100,000 بعدين 150,000 وهكذا قاعده بتزيد، نمنا صحينا لقيناها مليون، انه طلع ترند كده انه ما كناش عاملين حسابنا ولا كنت حاطه في بالي، يعني لو كنت حاطه في بالي مش بتحصل صراحه بس ما حطش في بالي يعني حصلت. وبعدها بقى الناس حبونا، انا وبابا نعمل دايما فيديوهات وقعدوا يقولوا لنا غني لام كلثوم، غني الورده، غني انت وبابا النجاة، يعني هكذا بقى، ودايما بابا فين بابا فين، حنين لا ما تعمليش فيديو لوحدك اعملي مع بابا، بيبقى كده في ود ويعني وحميميه في الفيديوهات. قدمتي للبرنامج وانت ما تعرفيش حد هناك ولا ليكي حد هناك؟ لا ما كنتش اعرف حد هناك خالص. يعني هم كلموني وقالوا لي عايزينك حنين في اكس فاكتور وكده، فانا مش متعوده ادخل مسابقات لانه يعني بحب ده بس ما عنديش الجرأه ان انا ادخل مسابقات لانه مش يعني مش في بالي قوي، فهو قال لي حنين تعالي نجرب، ليه لا تعالي نجرب كده ونشوف ممكن حظنا يبقى حلو وكل التعب اللي تعبتيه ده يعني مش هنخسر حاجه، مش خسرانين حاجه واديها خطوه برضو نجاح حلوه. فقلت له ماشي. فاول ما دخلت طبعا فالحمد لله كل المشاركين هناك كانوا عارفيني، كانوا كيوت قوي كيوت قوي بحبهم قوي وطبعا التيم اللي هناك. فاول ما دخلت بقى اول اوديشن غنيت اغنيه يا مجنون مش انا ليلى، فكان قبليها اصلا موقفين يعني وقفوا ناس في نص الاغنيه ومكملوش، فاول ما وقفني يعني وقفوا ان هو مرفوض مش لازم تكمل يعني في نص الاغنيه وقفوه، فعمل معايا الحركه دي يعني انا واقفه بغني وقفني، فانا قلت خلاص بقى يلا يعني بنقصها بقى الحمد لله يعني حظي جميل. فلقيته بيقول لي انت بتغني كده ليه؟ راغب علامة الفنان راغب. فانا متاكده ان انا بغني الركوز صح وكنت فعلا مركزه خلاص وهاديه ومفيش توتر وكل حاجه تمام. قال لي انت بتغني كده ليه؟ خلاص جوايا المشاعر اتشقلبت وحسيت بتوتر، قلت ممكن ليهم وجهه نظر غيري لان هم طبعا فنانين كبار، فقلت ممكن هم شايفين حاجه انا مش واخده بالي منها. فقال لي بتغني كده؟ قلت له كده ازاي يعني؟ قال لي كده. قلت له ايوه كده ازاي؟ مره واحده لقيته طلع لي اكس كارد بتغني كده وكده، هنا خلاص الجميل راغب علامه المحب الودود اللطيف طبعا طبعا الاخ الاخ الاخ، خلينا نشوف المقطع ده. ليه عم تعملي كده؟ ايه؟ ليه عم تغني كده؟ بعمل ايه؟ لانه ليه عم تغني كده؟ كده ازاي؟ حلو يعني ولا ايه؟ كده كده؟ شايفة نفسك بتغني ازاي؟ توتر شوية؟ توتر؟ تغني حلو ولا مش حلو؟ شوية شوية؟ أنا بدي كده. اسمحوا لي اللجنة الكريمة، أنا بحسك إنك أنت أكيد يعني عن جدارة حتكوني بالمراتب الأولى بإكس فاكتور إن شاء الله. بوجود في طبعا. شكرا. مبروك. طيب أنا هقول لك حاجة يا حنين، أنت متمكنة، صوت بيلمع ما شاء الله، موهبة كبيرة، أنت صوت واعد. شكرا. سلمي على بابا. يسلمك. مبروك. معاكي ثلاثة يس وإكس. شكرا. يعطيك كل الخير. عم
عبد الله رويش شخصيا بيسلم على بابا دايما ما في طبعًا. في كل برايم فين بابا على طول يدير على بابا. اهلا بحضرتك والد حنين شاطر اهلا بيك والف مبروك لحنين الف مبروك لحنين. اشترك في باقات واتشت الشهريه بتبدا من 14 جنيه و99 قرش وباقات سنويه تبدا من 150 جنيه.